إخوتي وأخواتي، الكتاب المقدس بيعلم بكل وضوح في رسالة روميا الإصحاح الثاني، يقول أو تقول كلمة الرب: أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول آناته غير عالم إن لطف الله إنما يقتادك للتوبة؟ ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تظهر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة الذي سيجازي كل واحد حسب عمله. بنفس الإصحاح بقول: لأن ليس عند الله محابة. فأحبائي، يعني الرب عارف، فاحص الكلى والقلوب، كاشف الأسرار. فيك تمثل على الناس، فيك تكون مثل الفريسيين اللي نعتهم المسيح بالرياء المبرقع والعدالة العرجاء، اللي كانوا بيظهروا بمظاهر تدين بتقوى خارجية، لكن من جوا عظام ونجاسات. ومش مهم انت شو بتبين، مش مهم شو الناس بتقول عنك. يمكن نفس الرسالة لكنيسة ساردس: لك اسم، انك حي، انك حي، وبالواقع مش ميت. مش مهم شو الناس بتقول عنك، في نظر الله شو انت، حي ولا ميت؟ هل انت بتنبض حياة مليان بحياة المسيح، حياة فياضة، حياة فضلة، حياة أبدية اللي بتعكس جمال المسيح، نور المسيح، طبيعة المسيح، صفات المسيح، عمل المسيح؟ هل تصبح أنت مسيح صغير، مسيح اللي بيكون على هذه الأرض، الناس بتشوفك وبتتغير؟ إخوتي وأخواتي، هذا المثل مثل ما ذكرت في البداية لأخوي إليا بحطني تحت محاسبة وبحطني تحت مسؤولية. ومن السهل أن الواحد يصل لحالة بسموها حالة الاكتفاء الروحي، وهي الحالة حالة شنيعة جدا. الكتاب بيعلمنا أن نكون عندنا الاكتفاء المادي، يعني ما نكونش طمعين. بس ويل للإنسان اللي بيكتفي روحيا. أنا محتاج أنضج، محتاج أتشبه بالمسيح، محتاج أن هذا الخلاص يتكمل، الفداء الكامل، حتى أصبح شبيه الرب يسوع المسيح. أنا بدعوك اليوم فعلا تعترف بخطاياك، تعترف حتى في برك، في تدينك، وتصلي للرب، تقول له: يا رب ارحمني أنا الخاطئ. والكتاب بيقول كل من يدعو باسم الرب يخلص. وربي بيدعوك إلى توبة حقيقية، تغير فكرك واتجاهك وتحط ثقتك وإيمانك بالرب يسوع. بحب أسمع منك، إلى اللقاء.